أنا قيس لهمندي، مدينة المنستير، عندي سيرة مبلغ على الفساد. كنت عاون بلدي، كنت خاطر في 2017 كي السيد رئيس الحكومة السابق قال نبلغوا على الفساد، مشينا بالمنهج نتاعه وبلغنا على الفساد، ما رانا كان دخلونا الحبس ومن بعد عملوا لنا قرار عزل. مبلغ على الفساد، شنو الفساد اللي ديريه؟ برشا حاجات في بلدية مسي، مثلا بتات، مثلا سرقات حاويات، شراء حاجات تضع معناتها بسوم وهي مفوترة بسوم آخر، بري آخر موجود عندي في التقرير تاع السنوي لدائرة المحاسبات. برشا موظفين تاخذ في شاري مش قاعدة تخدم، واللي يسرقوا معناتها منه فينا، مش ناس من برا، ناس موظفين في البلدية يسرقوا ويهزوا بيهم. احنا نخدم في وقتها في الإدارة ومن بعد في البارك، نراو في شيء نتكلموا، اسكت اسكت اسكت. علمت من 2012 2014 عندي كتابين، في شخص الوالي السابق بعث المراسلة، بعث الوالي اللي في عاده هو تعزلت مراسلة، تعاملت مع دائرة المحاسبات، هوريزمون التليفون كان عندي معناتها يسجل مكالماتي كلها مسجلة معاهم. كي صارت لي الاشكال هذا ودخلت الحبس وخرجت وشكيت لهيئه مكافحه الفساد، تقدمت بالملفات اللي عندي وشكيت الكل. الملفات اللي عندك كيفاش جات؟ كيفاش وصلتني؟ فما موظفين مثلا يخاف باش يظهر في الصوره، هو يخاف يجي يقول لك اخويا الملف هذا فيه كذا كذا كذا. انا ما نحبش نمشي لهيئه مكافحه الفساد، انا نمشي، انا مادام موضوع فيه فساد والصالح العام تاع الاداره اللي نخدم فيها ما نسكتش ومانيش مبلغ وخايف مخبي اسمي. لا، هما الهدف نتاعك، الهدف نتاعنا مشينا على منوال السيد رئيس الحكومه السابقه، من الاول ما في بالناش معناتها باش نقاوموا الفساد، كنا نخافوا حتى باش نتكلموا. لكن رئيس الحكومه اعطاك امل، قال لك احكي وهات وبلغ ما تخافش وانا معاك ونحميوك، وقانون دستوري وهيئه دستوريه. لكن هاو ما نجبش على الهيئه نتاع تونس ترى في روحك. والله مش وقفنا اللي تعبنا، الناس قالوا لنا ناقفوا لتونس، اخي احنا وقفنا وهما قعدوا شاخوا على الديفونات واحنا مشينا للحبوسات ومشينا كونفات لحبوسات اخرى وعملنا ضربات جوع، عملت محاوله انتحار 3 مرات. الجزائر؟ لا كذيت شيء، خسرت كل شيء، خسرت حياتي المهنيه والعائليه والبدنية. أنا عندي كلوة قريب تسقط وقتها في الجراف السوفاج اللي عملته في حبس مستير، هاو ملفاتي موجودة في الحبس، خسرت كل شيء. أنا عندي عائلة وعندي صغار وكاري دار، شنو ربحت؟ ما ربحت شيء، هما ربحوا المليارات وشاخوا الناس المسؤولة تو في الدولة، وإحنا الموظفين البسطاء اللي بلغنا على الفساد مشينا في رجلين. مش أول واحد، راه برشا موظفين وبرشا ناس بلغت على الفساد دخلت الحبس. راه قرات الفساد مفوق مش مدودة؟ أنا قلتها قبل في انترفيو معاش وقتها في تقريب في الجنوبية ولا قناة أخرى، فما مفكر صيني قال الفساد نحاربوه، نبداو نكنسوا في الدروج وإحنا هابطين، مش من اللوطة وإحنا طالعين، خاطر كيفاش تكنس من اللوطة؟ الغبرة أو بريميرمون باش ترجع ليك، مي باش تبدا بالزوالي وأنت طالع، لا ابدا بالرؤوس الناس الكبيرة، خاطر ما نتصورش أنا، سامحني، أنت رجل أعمال، مش حب ترفك في ملف؟ ما نصورش باش تجي تفك الكاشيه من يد الموظف وتصحح له بالسيف وتفك وتصحح بالسيف هكا، ولا كان مش موظف فاسد، رجل اعمال ما يوليش فاسد، مع كامل احتراماتنا للشرفاء. من الموظف يحب يعمل فساد كي هو يمهد الثنيه للرجل الاعمال ولا للسيد هذاك ولا الفلان هذاك. كان مشكون؟ بارونات كبيره في تونس، وربي قد الخير، وتونس مش ماشيه. خلينا في ولايه مستير اللي كنت على ولايه المسيح، ما نجمش نتكلم توا على البارونات اللي فيها، خاطر كان نتكلم سي غدوه مع الشقاوني. يعني انا وصلتني برشا تهديدات ومحاولات قتل ومحاوله براكاج باش تفك الباليزان. مش مع، لا بالعكس انا جريء برشا، اما شكون باش يحميني توا باش نتكلم؟ هاو نجم نتكلم هاني في المباشر، نجم نتكلم الاسامي بالاسم واللقب، شكون باش يحميني؟ يحميني وزير الداخليه؟ يحاول لي مرتي وصغاري غدوه من مسير؟ شوف انا شنو نخرج السيديات اللي عندي والكارت الممر اللي عندي وتفضل باش نعمل ثوره في البلاد. فهم برشا حاجات مثلاً. برشا صوت وصورة، صوت وصورة مثلا سرقات، برشا حاجات، اجتماعات تاع الناس اللي هلكت حتى البلاد هذه في اجتماعاتها السرية والبارونات اللي تعمل فيهم، كيفاش حطموا حتى نداء تونس. أنا حاضر معهم، أنا كنت مرافق معهم في الحملة الانتخابية نتاع البلدية، ونعرف كيفاش تحطم نداء تونس هنا، وشكون اللي كان سبب القهوة ذي كانت تشهد على فهمت. رأيت بارون الفساد قبل كان نداء تونس؟ لا، أنا كنت مرافق معهم،
لكن قلت لك نعرف كيفاش حطموه، كيفاش من وسطه ومن الحواس ومن الناس تابع بلاي السخن حطموا نادي تونس باش ما يربحش من الانتخابات البلدية. وزير سابق زين، ومستشار في الحكومة سابق، كل شيء عندي مثل. أنا كانت عندي منقالة تصور بون توا فيها ديفو، برشا لقاءات ما يعرفوهاش الناس صورتهم بالمنقالة، وما نجمش نقول شكون عطاها لي، سياسي معروف وتوا ينشط، ما نجمش، وديجا طلبني فيها ديفو قلت له راهي عدمت وراه كذا، ناس حتى ستيلوات تصور، فلسة نتاع سورية تصور، عالم قوي برشا في تونس. ما كنتش دخلت في المنظومة هذه ما كنتش نسخيل عالمنا قوي هكا في تونس. كنت نسخيل احنا في معناتها مؤخرين برشا على الاوروبيان وتقدم، لكن لقيت عالم اخر دنيا اخرى. تعبت برشا نفسانيا بدنيا، عائلتي حطموها لي. بنتي اول ما بدات تبدل في الخطوة حطوني في الحبس. اول ما بديت فرحان بها. وقت اللي مازلت في كرشومة حطوني في الحبس. علاش؟ علاش تحطني في الحبس سامحني؟ باهي انا رئيس حكومه قال لي بلغ على الفساد، مشيت لوكيل الجمهوريه هزت له ملف سيديات صوت وصوره، وملف ما تفضل رئيسنا بخصوصيه باش ما نقولوش سارق، عنده شبهات خطيره نتاع فساد، تفضل هو النظار اللي معاه. بعد 10 ايام حطوني في الحبس، تشهير بموظف. هذه اعجوبه من العجائب السبعه ولا العجائب الثمانيه. انا نجي نبلغ عليك بملف للقضاء وبسيديات صوت وصوره وتحطني بعد 10 ايام في الحبس، تقول لي تشهير بموظف. انا ما مشيتش للاعلام، ما مشيتش للتلفزة، قلت سيد الرئيس لنا بخصوصيه السابق راهو بيه وعليه، انا توجهت للقضاء كيفاش تحطني في الحبس. مع ذلك استحملنا وما سالش وقاومنا وخرجنا وزدنا قاومنا ودافعنا عليها البلاد هذه، ومازلنا ندافع عليها لاخر امد ان شاء الله واخر نقطه. ندمت على بلادي؟ ما ندمتش. زعما انا دمي اغلى من الجنود اللي قاعده تموت في الشعابي والامنيين، اغلى من بروت اللي ذبحوه قدام مجلس النواب، اغلى من الامن شو اسمه اسبوعي اول شهيد في حلق الواد ولا وين ملازم، اغلى من سقراط الشارني. لا لا هذوكم اغلى دم بصبابتهم اغلى من احنا كمواطنين، احنا يلزمنا ندافع عليهم ويلزمنا نكونوا معاهم. عائلتي بالعكس شجعتني، خاصه المراه، لكن في نفس الوقت خايف، تربط لها مرتين في باطن ربي اللي يسمع. انا كان قابل متفقد عام وزاره العدل مني ليه ونوريه الملفات انا كيفاش تربط، صدقني تصير ثوره هنا في مسير مع كامل احتراماتنا للقضاء والنيابه العموميه، لكن توقيفات الزوز نتاعي تقتل بالضحك. هذه حتى السيد الوزير السابق تاع وزير الشؤون المحليه ومتفقده عامه كي طلعوا الملف نتاعي اجراءات كلها باطله، ساعه باطله نتاع عزلاني من الخدمه، خلينا من القضاء حرام. ترى فما فساد ينقل البلاد برشا في القضاء، برشا 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 برشا. انا شاد حبس راه قبل ما نقولكش نبي استقلالية القضاء، ما فماش عندنا استقلالية، لكن ونزوا فما قضاة. اسمع القاضي مش نبي، راه مش سيدنا محمد ولا عمر الخطاب ولا ابو بكر الصديق، نجم يغلط ونجم يصير عليه ضغط، كما تكون انت يلزمك تروح بريء يلزم يعطيك شهرين حبس باش يرضي اللي كلمه. ما اسمع ما همش انبياء، والامني ماهوش نبي ندافع عليه. انا ادخلوا باج وشوفوا فيسبوك ندافع على الامنين بكل قوتي، لكن فما امني يغلط ويسب ويعاير ويتجاوز القانون مع المواطن، لكن وقت الشده وقت تحك الركب الامني باش يلقى المواطن معاه يقف معاه. انا يوجعني كي راه امني يقصوا راسه ويذبحوه ويعملوا في الشعام، لكن زاد ما يلزموش يظلمني، كي يظلمني نشكي به. اه كلها ملفات كلها ديشارجوات نشكي، لكن بلادنا ماشي المجهول. احنا سياسه ممنهجه انا وليت شخصيه عامه تو. أنا شنو رأيك نمشي لأي مركز نشكي الملف نتاعي لازم يرقد عامين وثلاثة وهاو بالبروف بالبروف تو نخرج وغود ولا أي مراكز ندورك قداش عندي من قضية، وقضايا خطيرة تاع محاولة قتل تاع بركاج تاع كذا، ما يتحركوش معي بالكل. فما ناس واصلة قاعدة عاملة لي كوفر، السيد هذا شكايته ما تخرجش لبرا، التهمة الأولى هذيك نتاع 2017 تشهير بموظف. أنا ما خرجتش الإعلام، أنا مشيت للنيابة العمومية هزيت ملف نهار 9 اوت مع سي دي كيما هذا صوت وصوره، تفضل سيد وكيل الجمهوريه رئيس نيابه الخصوصيه نتاعي اللي هو عارفي راهو تحوم حاولوا شبهه خطيره نتاع فساد كذا 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 كذا، والسي دي تفضل لها ما عيطوليش بعد 10 ايام حطوني في الحبس شكايه. قيس الهمال يدخل الحبس علاش؟ تشهير بموظف. انا اللي خرجت في تلفزه ولا فيسبوك ضربنا عملنا كرفت عملت هي توقفت شهرين و13 يوم تقريبا.
وخسرت خدمتي، حتى الاجراءات اللي اتخذوها معايا في ظرف 3 ايام. مطلوب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، خاصة رئيس الحكومة. لكن أنت القضية نتاعك من قبل مع يوسف الشاهد. أنا خلالي داري يوسف الشاهد أنا. وقلت قبل نعاودها توا، قلت لهم يوسف الشاهد جاني لداري قال لي نحاربوا الفساد، ما حب يصدقني حد. واش بد بيا من بعد؟ نورمالمون أنت كيف عندك تسمع عندك واحد مواطن عنده سيف مبلغ خذاها خاطر عزلوه من خدمته وبلغ على الفساد تاخذ معه وتحميه. ما قالش أذان صاغي، تو نوريك حتى قداش عندي من ديشارج للرئاسة الحكومة باسمه هو. راو فما راو عملوا لي راو فما راو دونك ما تعاقب الحكومات هذه توجه رسالتك للسيد رئيس الحكومه وسيد وزير الداخليه خاصه ووزيره العدل ثانيه يعني انا باش نوجه له نداء والمساج باش نوصله عن طريق سي قيس سعيد رئيس الجمهوريه انا كي باش نهبط لتونس ابي باش نلعب بحياتي اولا خاطر انا مهدد بالقتل النجم يعرضوا لي في شطر ثنيه يقتلوني فوق لي فاليز هذه الخضره السيديات اللي عندي وكارت موارد اللي عندي باش تعمل معناتها باش تعمل رجاء في مدينه المنستير وأي ما أقول والوالي يعرف والناس كل تعرف ترى وقته والله هو مش وقته على الأحداث اللي قاعدة صايرة توا لكن أنا تعبت ولد خايف على خاصة عائلتي ولد خايف عن صغاري مرتي مش وقته البلاد داخلة في حالة طلبت توا ديجا هاو الجمعة ذي باش نهز المراسلة نتاعي حماية أمنية باش تولي خاطر سيء وصلت الزنقة للهارب شنو نقول لهم انا مثلا انا ماذا بيا ما يمشيوش معايا امنيه شنو حمايه امنيه ترى عقب عمري شنو حمايه امنيه كلام هذا نمشي قاوه معايا بوليسيه نمشي الحمام معايا بوليسيه نمشي المرشي ليه لكن اخويا سي انت حدر تعرضت لمحاوله قتل فلقوا لي عجلي كهربتي بسكينه اربعه كسروا لي بالله الكهرباء حاولوا مره يحرقوها حرقوا استفادت واحد هاو الفيديوهات عندي كل شيء يسخلوها بتاعي خاطر احنا البلاصه حطينا فيها كهربتي وبعد هو كهربته من بار بعد راجل الحكايه يسخلوها بتاعي ما عندش باش نقول لك وليت حياتي مهده كان يحميني وزير الداخليه ورئاسه الحكومه الجمهوريه حاولوني مستيره يامنوني بلاصه وين نسكن سوسه تونس وين يحبهم تشوف انا الرجل نعملها في مستير فما عرش نهدوا انا توجهت للقضاء اللي هو السلطه التنفيذيه ما معاش لعب ما قيتش حقي عندي قضايا كنشوفها هنا في محكمه مستير ثابته ادانه فلان وفلان علاش ما يتوقفوش ما نعرفش علاش بطء الاجراءات مانيش قاضي لكن لا ثابته الإدانة عندي محامين عندي محامين دارس قانون لكن الفيصل يكون القضاء نعرف بطء الاجراءات تو كي نجيب لك انا سيدي فيه سيد هذا يهز في الكاس هذا سرقه معناتها باش نقعدوا 3 سنين في ملف زاد ما قالش ربي 3 سنين راه في ظاهر الاجراءات ولا هو خاطر كان معتمد وكان رئيس نائب خصوصيه لازم بطء الاجراءات كيفاش كنت تعيش وانت اصلا كنت موقف على الخدمة كيفاش والله أنا أول حاجة عندي استفدت ندبر راسي وثاني حاجة والله هو من المنبر بتاعكم سؤال باهي شكر خاص سيد الوالي بتاع مستير وسيد معتمد لول سيد الوالي أكرم السبري معتمد لول سي طارق البكوش بالحق هذوك نحب نشكرهم حتى كي ما خاصة الوالي مستير حتى كي ما عادش يولي والي باش نقعد اتصال به ويرحم والديه بالحق يعرف هو كي جاء حكوا له مشكلتي قعدت على اتصال به وديما قابل فيه وديما معناتها الامور الاجتماعيه كل مانيش خير من الناس لكن ديما قايم بواجبه معايا وزاد نشكره زاد شكر خاص السيد رئيس البلديه نتاع مستير وقت اللي تربطت الربطيه هذه ثانيه ويعرف معناتها علاش تربطها مش باش نشكك في القضاء لكن قام بواجبه مع عائلتي ولحد اللحظه حتى كي نغزو في موضوع يرحم والديه اما الشكر خاص بالحق سيد معتمد لول طارق البكوش بصراحه